طيب نعود الى القضيه. فضيلتكم تفضلتم فيما تفضلتم به. المؤمن هذا الرجل الصحابي الذي كان يقرا سوره الاخلاص يستشعرها ويحس بها وتتجسد معانيها في قلبه وفي نفسه. عمليا كيف نستشعر عظمة الله تبارك وتعالى من خلال تدبر اسمه الصمد؟ كيف نستشعر هذه العظمة؟ يعني إذا كان هو المقصود سبحانه وتعالى في صغير الأمر وكبيره، هو طبعا شتان بين من يدعو الله في أن يرزقه رغيف ومن يدعو الله في نصر أمة. صحيح، تمام. يقول هناك في طلب يعني نفيس وفي طلب يعني لا يقول خسيس ولكن طلب بسيط. بسيط. يعني مثلا يقول يا رب ارزقني ثمن ملح الطعام، هذا يعني طلب مسكين يعني سبحان الله. ها؟ لكن سيدنا موسى لما طلب ماذا طلب؟ قال يا ربي ارني انظر اليك. هذا طلب نفيس، هذا طلب نفيس. صحيح. ولكن الله برحمته سبحانه وتعالى ما قطع الطريق على كريمه، لكن اراد ان يريه كيف تكون الامور. قال ربي ارني. وسيدنا موسى في قمة الادب، لان الانبياء كلهم ادب، من صفات النبوة الادب الخاص والعام. سبحان الله. قال ربي ارني، مش دعني ارى، لا ارني اي ضع في قدرة من عندك حتى استطيع ان ارى. ربي ارني، ربي ارني انظر اليك. قال الله له عز وجل قال لن تراني. تفيد اي لن تراني؟ خلاص اجابة السؤال. نعم. ولكن لا يتركه هكذا، لان هذا كريمه. ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. الله الله. لما افاق استغفر، قال سبحانك. وسبحان هذه كلمه تساوي كلمه الصمت في ان لا يعرف معناها الكثير. صحيح. واتمنى ان اخير المشاهدين والمشاهدات يعرفون ان شاء الله معناها. انا من باب يعني نذكر اذكر نفسي بعض. لا اذكر نفسي واذكر ابن محمد خالد الله يكرمك. هذا تواضع. الله يبارك فيك. سبحان الله معناها يا ربي اصفك بكل كمال وانزهك عن كل نقص، هذه معناها. ليس كما يقول النحاة اسم فعل ماضي بمعناه تعالى وتنزل. قريب من المعنى ايضا، ليس ندخل في اسماء الافعال واسماء المعنى الشرعي. الشرعي سبحان الله يا ربي اصفك بكل كمال وانزهك عن كل نقص. سبحان الله. سيدنا موسى اول ما افاق قال سبحانك. يعني ايه؟ أصفك بكل كمال فلا تستطيع عيناي المخلوقتين البشريتين أن تراك، ولا يستطيع عقل الضعيف أن يدركك. نعم. فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. نعم. ليس كمثله شيء. وهذا ما قرأته الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت. يا رب نعم سبحانك. نعم سبحانك ننزهك يا ربي عن كل نقص ونصفك بكل كمال فأنت العليم الخبير، نحن لا علم لنا. وسيدنا موسى قال يا ربي انا استغفرك لن اطلب هذا المطلب مرة اخرى، سبحانك انا تعديت في ان اطلب هذا الطلب. ولذلك سيدنا موسى كان له دلال على الله. لماذا؟ كأنه يقول يا ربي انعمت علي بالكلام فلا تحرمني من الرؤية. هذا دلال ايضا. صحيح. لان له دلال من قبل لما قال يعني ما احنا لنا في القرآن، ما هو كل هذا من معاني القرآن ونحن لا نعتبر برنامج اعلام بقدر ما هو درس علم. صحيح. نتعلم ونذكر اخواننا يعني سبحان الله. لما سأله رب العباد عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى، الإجابة واضحة بسيطة. هذه عصا. يا عصاي. هذه عصا. ما معك يا سيدنا الشيخ؟ قلم. المسألة منتهية. لكن لا، أنتم تقولون كبلاغيين يعني الإطناب يحب في مواقف الأحبة. صحيح. تمام. هل هذا موقف عادي؟ لا. سبحان الله ينادى عليه إنك بالوادي المقدس طوى. يعني دي هذه عصا. يعني وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصا اتوكأ عليها وارش بها على غنمي. ومن ذكائه المفرط يقول ولي فيها مآرب اخرى. ليسأل وما هي المآرب؟ سبحان الله. يعني ويطلق القبيل يطيل زمن الحوار مع الله سبحانه وتعالى. فرصه لا فرصه يعني ما بعدها فرصه لا تعوض. سبحان الله العظيم. ولذلك يعني ويقول بعض المفسرون ايضا لا ان كريم الله موسى لما اراد الاطناب ثم تنبه انه في حضره رب العباد عز وجل وعلى يعني سبحان الله في الوادي المقدس
فأجمل القضية وقال ولي فيها ما أدبه تأدبا مع الله عز وجل. يعني بعد أن أراد الشرح والإطالة فاسترجع وتوقف ويعني سبحان وتوقف سبحان الله ولي فيها ما أدبه أخرى. والله عز وجل يعني سبحان الله هذا من كرم الله سبحانه وتعالى. نعم بالله. نعم. فيما تفضلتم لفضيلتكم في صدر هذه الحلقة من